السلام عليكم، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من صوت الناس. اهلا بكل الناس. قبل ما ندخل الحلقه النهارده لقينا خبر مهم جدا وحاولنا نتابع ايه الجديد فيه وقلنا نشرك حضراتكم. الخبر كان انتشر بشكل كبير على منصه اكس تويتر سابقا وبيقول ان الرئيس الايراني مات. بيقول ان الرئيس الايراني كان في جوله تفقديه وخلال الجوله دي هو كان بيستقل طائره هليكوبتر وسقطت الطائره الهليكوبتر ومات الرئيس الايراني. بعد شويه طلعت اخبار تانية قالت لا الرئيس الايراني ما ماتش، في طياره من السرب بتاعه طياره هليكوبتر فعلا وقعت بس هو ما كانش فيها. شويه خبر تاني لا هو كان في طياره في السرب سقطت واللي فيها ماتوا، خبر لا ما ماتوش، وهكذا. فاحنا نتابع مع بعض الاخبار من مصادرها ونحاول نشوف ايه اللي اتقال بالظبط علشان نكون مدركين للايه الحدث اول باول. مروحيه الرئيس الايراني تتعرض لحادث وعلى متنها عبد اللهيان. ده الكلام او الخبر اللي جاء في اطار قناه العربيه، وقالت في التفاصيل تعرضت طائره هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مكون من 3 طائرات لحادث اليوم الاحد وفق التلفزيون الإيراني الرسمي. أضاف أن الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفا أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت اضطراريا، كما أوضح أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى منطقة الحادث الذي هبطت فيه الهليكوبتر في ظل الظروف الجوية السيئة. بدورها أفادت وكالة إرنا أن رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان من بين ركاب المروحية. ومن جانبها ذكرت وكالة تسنيم أن بعض مرافقي رئيسي في المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز إنقاذ، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح. أشارت إلى أن قافلة الرئيس كانت تضم 3 طائرات هليكوبتر، حيث وصلت طائرتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهم. يعني كده على الأقل نقدر نفهم إن في حادثة حصلت بالفعل، في طيارة 3 طائرات بموكب رئاسي. الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني في أحد هذه الطائرات، ووزير الخارجية عبد اللهيان في طائرة أخرى، ويبدو أن طائرة وزير الخارجية هي اللي سقطت. البعض بيقول مفيش أضرار والبعض بيقول لسه الأمر مش متضح، لأن عندنا مصادر كتير. يعني التلفزيون الإيراني عندي خبر دلوقتي نقلا عن التلفزيون الإيراني بتنقل الجزيرة، تعرض طائرة مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني لحادث، وفي تقارير أولية عن هبوط صعب لمروحية كانت تقل الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية. يعني ال3 مروحيات في واحدة سقطت، وحتى اللي كان فيها الرئيس إبراهيم رئيسي قدرت تهبط ولكن بصعوبة زي ما الخبر أو الأنباء اللي بننقلها لحضراتكم عن التلفزيون الإيراني. التلفزيون الإيراني بينقل عن مسؤول بأذربيجان الشرقية لم يعثر على المروحية التي تقل الرئيس ولا معلومات عن وضعه. إذن حتى الآن مصير الرئيس إبراهيم رئيسي يبدو غير واضح، لأن في مصادر إيرانية حكومية بتؤكد أن الرئيس بسلام وأن طيارته هبطت بسلام بالرغم من صعوبة الهبوط، ومصادر أخرى بتقول أن الطائرة لم تصل حتى الآن. يعني عندنا تصريح دلوقتي لوزير الداخلية الإيراني نفسه عبد اللهيان، ممكن نتابعه مع بعض، بتنقله شبكة رصد، بيقول فيه لا ده وزير الخارجية مش وزير الداخلية الإيراني، لأن وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان لسه في عداد المفقودين. إذن وزير الداخلية الإيراني بيصرح ننتظر المزيد من التفاصيل بشأن تحطم مروحية ترافق الرئيس، وفرق الإنقاذ لا تزال في طريقها لموقع الحادث نظرا لظروف الطقس الصعب. إذن يبدو أن اللي حصل كالتالي، إن كان في رحلة من للرئيس الإيراني وكان بيرافقه طائرتين بالإضافة إلى الطائرة اللي بيستقلها هو، كانوا في طريقهم لمحافظة أذربيجان الشرقية، وظروف ظروف الجو الصعبة أدت إلى سقوط إحدى هذه الطائرات ووصول طائرتين أخريتين بتقل أحد هذه الطائرات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وطائرة بها مسؤولين ووزراء. وصلوا بالفعل وكان هبوط سيء نظرا لصعوبة الجو أو ظروف الجو الصعبة. يبدو أن ده السيناريو الأقرب إلى الحدوث، أن الرئيس ربما يكون بخير والوزراء بخير، ولكن هناك طائرة ثالثة اللي على متنها وزير الخارجية عبد اللهيان وبعض المرافقين ربما لم تصل، ولا يوجد أخبار أو أنباء عن وجودها أو مكان وجودها أو مكان سقوطها حتى الآن. يبدو أن لحد دلوقتي ده السيناريو الأوضح. دلوقتي الأخبار بتتوالى أن فرق الإنقاذ بالفعل قدرت توصل إلى مكان سقوط الطيارة زي ما الأخبار بتقول، نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية أن فرق الإنقاذ تصل لمكان حادث المروحية التابعة للفريق الرئاسي، ولا زالت عمليات البحث جارية، عمليات البحث عن ناجين جارية. إذن يعني أحدث حاجة في الموضوع، أحدث حاجة في أو أحدث خبر هو أن فرق البحث الإيرانية قدرت توصل بالفعل لمكان سقوط طائرة من طائرات الموكب الرئاسي أو الطائرات المرافقة للرئيس إبراهيم رئيسي، وصلت بالفعل ليها، وما زال البحث مستمر زي ما وكالة الأنباء الإيرانية بتعلن، وما زالت عمليات البحث جارية. هنتابع مع حضراتكم وهنقول لكم الجديد في وقت وروده لينا أول ما يكون في أخبار عن إيه اللي حصل في الطيارة، مكان وجود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهل تأذى أحد، هل في وفيات أو في فقد. طائرة على متنها العديد من الوزراء بما فيهم وزير مهم في الحكومة الإيرانية هو وزير الخارجية طبعا عبد اللهيان. هنتابع مع بعض، ولكن حتى الآن ده اللي حصل. 3 طائرات خرجت، وصلت منهم طائرتين، طائرة أخرى عليها بعض المسؤولين ومنهم وزير الخارجية الإيراني لم تصل إلى أذربيجان الشرقية. ووصلت الآن فرق البحث إلى المنطقة المحتمل سقوط الطائرة المروحية فيها، ولا زالت عمليات البحث جارية. طبعا منطقة يبدو أن هي تضاريسها صعبة، الجبال والوديان والهضاب دي بتكون مناطق صعبة فيها البحث، خاصة أن في اليوم بيصادف يعني ظروف جوية صعبة أو طقس صعب في المنطقة. هنشوف ونتابع مع بعض إيه الجديد